انفجار ناتج عن عملية انتحارية هز تل أبيب في سابقة خطيرة وغير معهودة، شكل صدمة للداخل الإسرائيلي بعد ما اتقفلت صفحة العمليات الانتحارية والعبوات الناسفة من أكثر من 15 سنة، إضافة إلى توقيتها اللي تزامن مع زيارة بلينكن لتل أبيب في إطار مباحثات الهدنة ووقف إطلاق النار في غزة. الشرطة الإسرائيلية رفعت مستوى التأهب وبدأت التحقيقات في ملابسات التفجير. أما القسام فأعلنت مسؤوليتها عن العملية بالشراكة مع سرايا القدس وتوعدت بالمزيد. تعالوا نشوف بعض من مشاهد موقع الانفجار اللي حصل. وبالحديث عن سلاح حماس الفتاك ده، سبق واستضفنا في شهر فبراير اللي فات مستشار الرئيس الراحل ياسر عرفات محمد رشيد في برنامج استوديو العرب مع الزميل الدكتور معتز عبد الفتاح، واتكلم عن الموضوع ده وقال التالي. انا من وجهة نظري في سلاح رئيسي عند حماس ما شاهدنا من تجربتنا. انا كنت مستشار رئيس عرفات 10 سنوات، عشت هذه المعمعة اليومية. أنا لم أشاهد ولم أسمع حتى الآن عن أي انتحاري من حماس أو من جهاد نفذ العملية. هذا السلاح أنا رأيي الشخصي لم نره بعد، لأن هذا السلاح يتطلب أن الجندي اللي قاعد في الدبابة ينزل على الأرض. عندئذ ممكن نشاهد فعالية هذا السلاح. هل هو موجود؟ أنا تقديري الشخصي موجود بالمئات، ولكنه لم يوضح. بس ممكن إذا في الفترة القادمة نشوف حاجة زي كده. هنشوف كتير. طبعا تفجير حساس وخطير زي ده انعكس على السوشيال ميديا وردات الفعل عليه، اخترنا ليكم بعض منها. هنبدأ مع طلال. طلال لمح وقال بكل بساطة يعني العمليات كانت من تخطيط يحيى عياش، وقال الكلام ده على إكس: هل عادت عمليات العياش مجددا؟ برضو كان في تعليق من متعب قال: هذا التوقيت حساس لوضع مزيد من الضغط على إسرائيل للقبول بشروط وقف إطلاق النار والانسحاب من غزة. ده رأيه. وكمان كان في رأي من حسين برضو غرض على إكس وقال: الأيام القادمة ستتحول من العمل في غزة إلى الهجوم من داخل تل أبيب.